هل يجوز للمرأة التي عليها العذر الشرعي أن تقرأ الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا بأس للمرأة إذا كان عليها الحيض أو النفاس أن تقرأ الأحاديث القدسية وغير القدسية، وأن تقرأ في كتب العلم، في كتب الفقه، في كتب الحديث، في كتب التفسير، في كتب الوعظ وغير ذلك. إنما تمنع من مس المصحف وتمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب عند جمهور أهل العلم حتى تغتسل من الحيض أو النفاس. أما ما عدا القرآن فإنها تقرأ ما شاءت من الكتب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.